أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا حول باب معرفة الإمام والرد إليه من كتاب الكافي الشريف. كنا في الحديث السادس المروي عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. في المقطع الأخير من هذا الحديث يقول الإمام الصادق عليه السلام: تاه من جهل، واهتدى من أبصر وعقل. إن الله عز وجل يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وكيف يهتدي من لم يبصر؟ وكيف يبصر من لم يتدبر؟ اتبعوا رسول الله وأهل بيته وأقروا بما نزل من عند الله، إلى آخر الحديث الشريف. الإمام الصادق عليه السلام في دعوته إلى هداية الناس وبيان الطريق لهم، وأن ذلك الطريق ينحصر في رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وفي أهل بيته الطاهرين من بعده، يقول إن الاهتداء إليهم وهو اهتداء بما أمر الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى بصيرة وإلى عقل. البصيرة تحصل بالعلم، والعقل موجود لأن المجنون لا تكليف له، لكن الإنسان بحاجة إلى استعمال عقله. الضلال عادة ينشأ من الجهل أو من عدم استعمال العقل. تارة الإنسان هو عاقل وعقله كامل، لكن لا علم له، لأنه لا علم له لا يتمكن من استعمال عقله. وتارة الإنسان يعلم لكن لا يستعمل عقله، لأن هناك حجب تمنع الإنسان من استعمال عقله. لذا في الخطبة الأولى من نهج البلاغة يقول أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في سبب بعثة الأنبياء: من الأسباب ليثيروا لهم دفائن العقول. أحيانا الإنسان لا يستعمل عقله لأن هناك حجب، التربية السيئة، طريقة الآباء والأمهات، المنهج الخطأ الفكري، هذا يسبب أن الإنسان يرى الحق لكن لا يتبعه لأجل عدم استعمال عقله. لذا الله سبحانه وتعالى في عدة من الآيات القرآنية يقول: إنما يتذكر أولو الألباب. اللب هو العقل الخالص. العقل الخالص يرشد الإنسان إلى طريق الهداية، لكن المشكلة أنه كثيرا من الأحيان العقل يدفن ركام من الجهل والعادات السيئة والأشياء الذي تعلمها الإنسان وهي سفاهة وجهالة وليست علما، تسبب أن الإنسان لا يتمكن من استعمال عقله أو لا يستعمل عقله.
يتصور السيء حسنا. الآن في كثير من المجتمعات أمور قبيحة بالفطرة، هي قبيحة، العقل يدل على قباحتها، لكن الناس عندهم هذا الأمر عادي. لماذا؟ لأنه صار ركام على هذا العقل، فخفي عليهم نوره. التربية السيئة سببت أن يعتقدوا بأمور باطلة، فكان الأنبياء يأتون ويستخرجون العقل، يعني بطريقة ذكية يخاطبون عقول الناس ويحركون العقول فيهم. مثلا في قصة إبراهيم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، ذهب إلى دار الأصنام، حينما خرج الناس إلى خارج المدينة فكسر جميع الأصنام إلا الصنم الكبير، ووضع الفأس في عاتق هذا الصنم الكبير. زين، لماذا إبراهيم لم يكسر الصنم الكبير؟ لأنه كان يريد أن يحرك فطرة الناس وعقلهم. لو كان يكسر الصنم الكبير، هذه الطريقة ما كان يقدر يستعملها. فلما رجعوا، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ ماذا كان جوابه؟ بل فعله كبيرهم. هذا ليس كذبا كما تصوره بعض المسلمين، أنه إبراهيم ده يكذب عليهم، لا، هم يدرون أن هذا الكبير لم يفعل ذلك، وإبراهيم يعلم بذلك. هذه كناية. في الكناية الإنسان لا يريد ظاهر المعنى من اللفظ، يريد شيئا آخر. عندما واحد كريم، أنت تقول فلان كثير الرماد. يعني زمان كانوا يطبخون على الحطب، النتيجة إذا الطبخ كثير كان يصير الرماد كثير، بس السخوة في هذا الزمان ماكو رماد. أنت عندما تقول فلان كثير الرماد، هذا كذب؟ لا، مو كذب، لأنك لا تقصد معنى اللفظ الظاهري، تقصد معنى آخر، وذلك المعنى مطابق للواقع، والمستمع أيضا يعلم بأنك تقصد ذلك المعنى الآخر، فلذلك هذا خارج عن الكذب. عندما يقول بل فعله كبيرهم، شنو المقصود من هذا الكلام؟ المقصود من هذا الكلام تحريك فطرة وعقل المستمعين. عبادة الأصنام، هم يعلمون بأن الصنم عاجز عن ذلك، بس هذا الأمر اللي بفطرتهم بعقلهم يدركوه كان مغيبا عنهم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذه الطريقة خاطب عقولهم، خاطب فطرتهم، استخرج هذا العقل الذي كان مخفيا تحت ركام من العادات السيئة وطريقة الآباء والأجداد، لأنه هو من هو صغير ولا يدرك شيئا، تعلم على أن هذا الصنم إله. هو يكبر وعقله ينمو، لكن ما تعلمه يغطي على عقله، فإجا استخرج. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني أقروا لإبراهيم أن الأصنام لا تنطق، ثم نكسوا على رؤوسهم، يعني التفتوا على أن عبادتهم للأصنام باطل، لأن الصنم لا يتمكن من النطق، لا يتمكن من حماية نفسه من بطش إنسان. فعلى كل حال، الأنبياء والأئمة كانوا يخاطبون عقول الناس وفطرتهم، ويستخرجون جواهر الفطرة من ركام العادات والتربية السيئة. حتى القرآن الكريم
الآيات التي ترشد إلى التوحيد، إلى النبوة، وكثير من الأمور الأخرى هذه إرشادية، بمعنى أنه تذكر الناس بما هو موجود في عقلهم وفطرتهم. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام والأئمة أولا يخاطبون العقل والفطرة، ثم يعلمون الناس. العلم عضد ومعاضد للعقل والفطرة، لكن إذا واحد بقي في جهله، واحد ما استعمل عقله، هذا يتيح لا يصل إلى النتيجة المرجوة ولا يهتدي. إذا الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لا تعمى الأبصار مو معنى أنه ما عندنا أعمى بالدنيا لا يرى، ما أكثر العميان الذين لا يرون. المراد أنه الذي عمي بصره يمكن أن يهتدي لأنه يرى ببصيرته. فإنها لا تعمى الأبصار يعني عن الهداية، البصر لا يعمى عن الهداية. حتى هذا إذا هو أعمى، يمكن هو أعمى البصر لكن بصير يرى الحقائق. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. لذا الذي بصره أعمى قد يهتدي، لكن الذي بصيرته عمياء هذا لا يهتدي. لماذا بصيرته عمياء؟ لأنه لم يستعمل عقله، لأنه خائض في الجهل. الآن مثلا نأتي فرق إسلامية كثيرة، عشرات الفرق التي انقرضت، الآن فرق كثيرة موجودة، هل الدلائل غير كافية؟ كلا، الدلائل كافية. قل: فلله الحجة البالغة، كما في زمان الرسول محمد صلى الله عليه وآله كانت الحجة بالغة وقد أتم الله الحجة، كذلك في الأزمنة اللاحقة. الآن في هذا الزمان الحجة تامة، الحجة بالغة، لكن لماذا الفرق الباطلة موجودة؟ هسه هذا في بالنسبة إلى داخل المسلمين. بالنسبة إلى عموم الناس تجد غير المسلمين هم الأكثرية. لماذا؟ هل معاندون؟ الجواب: كلا، المعاندون دائما موجودون لكنهم أقلية. غالب الناس سبب ضلالهم وكفرهم إما الجهل وإما عدم استعمال العقل. الدلائل موجودة لكنه لا يستعمل عقله، الدلائل موجودة لكن لا يطلب تلك الدلائل. واحد ولد كافرا أو ولد في بيئة منحرفة عن الطريقة الصحيحة الإسلامية ويبقى هكذا إلى آخر عمره، لا يقرأ، لا يطالع، لا يحقق، بمجرد أن سمع من أبيه وأمه خلص هو هذا الحق. نفس منطق المشركين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يوم القيامة هم ما يقدر يعتذر بأني لم أكن أعلم، يقال له: باب العلم كان مشرع أمامك، خاصة في هذا الزمن اللي وسائل الاتصالات والمواصلات سهلة جدا، واحد هاتف بيده يتمكن من أن يتصل بالعالم أجمع، يذهب إلى مختلف المواقع، يستمع مختلف المحاضرات. لماذا لم تزل الجهل؟ لماذا لم تحكم عقلك؟ الحجة تكون تامة عليه، والجاهل المقصر هو والعامد سواء، لا فرق بينهم. إذا واحد عمدا خالف أو واحد
جهلا خالف لكن في جهله لم يكن معذورا. نعم العامد أسوأ حالا، لكن الجاهل المقصر غير معذور، لذا يعاقب والعقاب يجري عليه. لذا الإمام يقول تاه من جهل، يعني تحير في الضلالة إذا كان جاهلا، واهتدى من أبصر وعقل. أبصر بمعنى العلم، وعقل بمعنى استعمل عقله. إن الله عز وجل يقول فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثم بعد ذلك الإمام يقول كيف يهتدي من لم يبصر؟ إذا واحد جاهل كيف يهتدي؟ إذا واحد في وسط الصحراء ولا دليل معه، لا يدري أين الطريق، هذا ما يهتدي إلى الطريق، يبقى هكذا إلى أن يموت عطشا وجوعا. كيف يهتدي من لم يبصر؟ يعني ما عنده علم. هل يمكن أن يزيل جهلا؟ نعم. وكيف يبصر من لم يتدبر؟ إذا واحد استعمل عقله، عقله يدله على أن يذهب ويكسب العلم، يحصل العلم، يروح يشوف الدلائل، لكن إذا لم يتدبر ما تفكر، هذا لا يبصر، وإذا لم يبصر لم يهتدي. بعد هذا الكلام الإمام عليه الصلاة والسلام يبين أن الهداية في اتباع رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، وفي اتباع أهل البيت. الدلائل بالنسبة إليهم تامة، يعني الآن بالنسبة إلى غير المسلمين، إذا حقيقة واحد يريد يهتدي، إذا يريد يبحث عن الحق يصل إلى الحق بالنسبة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. نعم توجد دعاية مضادة، والكثير يتأثر بهذه الدعاية المضادة، لكن لا عذر له في ذلك، لأن الحق موجود. إذا أنت تشوف مثلا بعض المسلمين، هؤلاء تصرفهم تصرف غير صحيح في القتل والنهب والأسلوب، وينسبون تصرفهم إلى الإسلام وإلى القرآن وإلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، هذه الطريقة تنفر كثير من الناس عن الإسلام، بس لا عذر لهم في ذلك، لأنه هذه دعاية مضادة أو سوء عمل من بعض المسلمين، هذا عقلا ليس الدليل على بطلان ذلك المنهج. يعني إذا أنت مثلا في عالم اليوم، شوف الدولة من أسوأ الدول الدكتاتورية مثل كوريا الشمالية مثلا، هذه تدعي الديمقراطية وتجري انتخابات، تقول زين، فهذا يدل على بطلان الديمقراطية. يقال له هذا المثال السيء تطبيق سيء، مو دليل على أن أصل الفكرة باطلة. هذا بالنسبة إلى تخاطب الغربيين مثلا الذين يعتقدون بالديمقراطية، تخاطبهم إذا رأيت مجموعة من الوحوش الخوارج النواصب يتصرفون تصرفات لا إنسانية في القتل والنهب والعمل، ثم يقولون هو هذا الإسلام، هذا مو دليل على أن هذا هو الإسلام. لازم تروح تحقق، عقلك يقول لك أن التطبيق السيء ليس الدليل على بطلان المنهج. قد يكون التطبيق السيء بسبب بطلان المنهج، وقد يكون لا، المنهج صحيح لكن هذا ينتحل ذلك المنهج وليس يرتبط بذلك المنهج. هذا بالنسبة إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. بالنسبة إلى الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا يخاطب به سائر الفرق الإسلامية. عندما تراجع أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله، رغم أن هناك حصار إعلامي صار على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، فضائلهم لم تروى، ونسبت إليهم أكاذيب كثيرة، نسبت إلى رسول الله أكاذيب كثيرة، حتى أنه قال كثرت علي الكذابة أو الكذابة.
مع كل ذلك الله سبحانه وتعالى أتم الحجة. كثير مما يدل على إمامتهم وعلى فضلهم وصل إلى المسلمين، وكذلك بالنسبة إلى أعدائهم، مع أنه حاولوا أن يخفوا مثالب أعدائهم، مع أنه حاولوا أن ينسبوا فضائل مزعومة إلى أعدائهم، مع ذلك مثالب الأعداء كثير منها وصلت في كتبهم المعتبرة. صحيح يحاولون تارة تضعيف السند وأخرى تضعيف الدلالة، لكن إذا الإنسان استعمل عقله وطلب العلم يصل إلى النتيجة المرجوة. هذا من جهة النصوص على إمامتهم من رسول الله صلى الله عليه وآله، كذلك سيرتهم العملية. سيرتهم العملية سيرة بأمانة وتقوى، عكس سيرة أعدائهم بخيانة وفسق وفجور، وموجودة وصلت، مو أنه لم تصل، وصلت. يحاولون إخفائها، لكن الآن الكتب منتشرة، محركات البحث موجودة، خاصة في هذا الزمن. لذا الإمام عليه الصلاة والسلام يقول اتبعوا آثار الهدى، يعني العلامات والدلائل التي توصلكم إلى الهدى. مثل واحد في طريق، يوجد في هذا الطريق علامات، إذا اتبع تلك العلامات يصل إلى الماء، يصل إلى البلد، لكن إذا لم يتبع تلك العلامات يتيه في الصحراء إلى أن يأتيه الموت. الإمام يقول واتبعوا آثار الهدى فإنهم علامات الأمانة والتقى، يعني الأئمة عليهم الصلاة والسلام لكثرة أمانتهم ولكثرة تقواهم صاروا علامة للأمانة، علامة للتقى. فلذلك عليكم أن تقتصوا الآثار، تتبعوا الآثار، وهناك حجب، لكن الله سبحانه وتعالى أتم الحجة. أنت من وراء الحجب تقدر تشوف المنار، النور تشوفه، فعليك أن تزيل هذه الحجب. أحيانا مثلا يصير ضباب كثيف، أو أحيانا يصير غبار شديد. عادة في هذه الطرق التي صار فيها ضباب كثير، خاصة الطرق الجبلية، هناك أضوية صفراء، هذه تخترق الضباب. في شدة الضباب الإنسان يرى شبحا من هذا النور، فإذا اتبع النور هو في الطريق إلى أن يوصل. صحيح أكو ضباب، صحيح أكو حجب كثيرة، لكن طريق الهداية غير مخفي، واحد إذا دقق يوصل. نعم إذا واحد كسل، لم يستعمل عقله، لم يستعمل عينه، لم يستعمل أذنه، هذا يضل. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، إلى عقل لكن لا يستعمله، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها. إلى عين يقدر يقرأ الكتب، يقدر يشوف الدلائل، لكن لا يراها. ولهم آذان لا يسمعون بها، يتمكن من الاستماع إلى الدلائل، لكن جعلوا أصابعهم في آذانهم، أحيانا ما يسمع، وإذا سمع لا يفهم، يعني هو بنى على أن لا يفهم، وإلا إذا يريد يفهم الله سبحانه وتعالى يهدي. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، إذا واحد حقيقة يريد الهداية الله سبحانه وتعالى يوفق إليها، لكن غالب الناس لا يريدون الهداية.
صعب عليه أن يترك طريقة آبائه وأجداده، لأن في مشاكل. لأن أنت إذا في بيئة مسلمة ولدت مسلما استمرارك في الإسلام سهل، لكن إذا واحد ولد في بيئة كافرة، إذا هذا يريد يسلم البيئة تعارضة تخالفة كثير من المصالح يفقدها، لذا يكون صعب عليه. إذا واحد ولد في بيئة مؤمنة سهل عليه اتباع الإيمان، لكن إذا واحد ولد في بيئة ناصبية إذا يريد يتبع أهل البيت ويحبهم، هذا راح يكون عليه عسر جدا وصعوبة بالغة وامتحان صعب من الله سبحانه وتعالى بالنسبة إليه. لكن هو امتحان لازم يرجح رضا الله سبحانه وتعالى على رضا الناس، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. إذا الإمام يقول اقتصوا الطريق بالتماس المنار، يعني المكان الذي هو يشع نورا، تشوف النور تروح إلى ذلك المنار، والتمسوا من وراء الحجب الآثار تستكملوا أمر دينكم، دينك يصير كامل. لأنه إذا لقيت من بعيد النور واتبعت إلى أن وصلت إلى ذلك النور، دينك يصير كامل. أنت تؤمن بالله، هذا جزء من الدين. تؤمن برسول الله محمد صلى الله عليه وآله، هذا جزء آخر من الدين. وتؤمن بما أنزل الله سبحانه وتعالى وبما قاله الرسول صلى الله عليه وآله، وخاصة فيما يتعلق في الأئمة من أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذا أيضا جزء آخر من الدين. فإذا كل هذا اعتقدت به ثم عملا اتبعت، دينك يصير كامل. وإلا واحد يعتقد بالله ولا يعتقد بالرسول، هذا كافر. إذا واحد يعتقد بالله ويعتقد بالرسول لكن لا يعتقد بما أنزله الله سبحانه وتعالى ولا ما قاله الرسول صلى الله عليه وآله، هذا قد يكون كافرا أو ضالا. تستكملوا أمر دينكم وتؤمنوا بالله ربكم. لأنه إذا واحد لم يصدق الله سبحانه وتعالى فيما قال فهذا لم يؤمن بالله، كيف يؤمن بالله وهو لا يصدق كلام الله سبحانه وتعالى؟ في ضمن هذا الكلام الإمام عليه الصلاة والسلام بين قوسين يذكر يقول أنه الإنسان لازم يعتقد بجميع الأئمة من أمير المؤمنين إلى إمام زمانه. لماذا؟ لأن تعيين الأئمة كان من الله سبحانه وتعالى، ما يصير واحد يؤمن ببعض ويكفر ببعض. مثل القرآن الكريم وهم عدلوا القرآن، واحد يؤمن بنصف القرآن ويكفر بنصف القرآن، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، هذا ما يفيد، لازم يؤمن بالكتاب كله. واحد يؤمن بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام ولا يؤمن بالإمام الحسن ولا بالإمام الحسين، هذا ما يفيد. واحد يؤمن برسول الله محمد ولا يؤمن بعيسى، ما يفيد، لا نفرق بين أحد من رسله. الإنسان لازم يؤمن بجميع الرسل لأن جميعهم من طرف الله سبحانه وتعالى. إذا واحد مسلم إجا قال أنا أؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله لكن لا أؤمن بعيسى، هذا كافر، لأنه فرق بين رسله، فرق بين الله ورسله. ورسول الله محمد هو الذي ذكر نبوة عيسى، والله في القرآن ذكر نبوة عيسى، فعدم الاعتقاد بنبوة عيسى تكذيب لله، تكذيب للرسول والعياذ بالله. الأئمة الرسول ذكر أنهم 12 كلهم من قريش، كلهم من بني هاشم، وكلام الرسول لا ينطبق إلا على الأئمة من أهل البيت، هذا فضلا عن النصوص على كل واحد واحد منهم. فإذا واحد آمن ببعض ولم يؤمن ببعض، هذا آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض آخر، ما يفيد. إذا في ضمن الكلام الإمام يقول واعلموا أنه لو أنكر رجل عيسى ابن مريم وأقر بمن سواه من الرسل لم يؤمن، لأن الإيمان وحده متكاملة.
إنكار عيسى ونبوته قطعية نزلت في القرآن وقالها الرسول صلى الله عليه وآله، هذا تكذيب لله. إذا واحد يؤمن الآن بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب إلى الإمام الحسن العسكري ولا يؤمن بالإمام المهدي، هذا كذب رسول الله صلى الله عليه وآله، كذب الأئمة السابقين، فهذا ليس بمؤمن. الجميع يؤمن بهم واحدا واحدا حتى لا يكون من الذين يعبدون الله على حرف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للهداية والصلاح. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.